الحقيقة ان كل الصحف العربية والعالمية بتتكلم عن صفقة شراء النجم العالمي او نجم المصري العالمي محمد صلاح من ليفربول للانتقال الى نادي اتحاد جدة السعودي. ويبدو انا بقول يبدو مش بهبد ان الصفقة متعسرة، وكل شوية السعودية تقدم عرض ونادي ليفربول يرفض العرض، لدرجة ان السعودية وصلت المبلغ الى 190 مليون دولار وبرضو النادي الانجليزي على ما يبدو رافض. اهو ليفربول يرفض 190، ده البي بي سي اللي بتقول، مش محمد ناصر، مش انا، 190 مليون دولار لمحمد صلاح. ده اللي بيقوله حضرات، مش انا خالص، ولا قلت ولا جبت السيره، ولا عشان ما حدش يقول لك ده بيهبد خالص. حتى اني في خبر منشور عن كلوب بيقول عن مستقبل محمد صلاح، سيبقى في ليفربول وهو سعيد باللعب معنا. ادي الخبر قدامك اهو، ده الخبر، ده من ساعتين بالظبط. السعوديين شايفين ان صفقه صلاح تستاهل، وانها اهم من صفقه رونالدو ونيمار. اسمع كده بيقول ايه الاستاذ وليد الفراج. شايف ان الصفقه تستاهل الصبر ده كله، ومش خطر انك تجلس للحظه الاخيره، ممكن الصفقه ما تتم ويسكت جمهور الاتحاد. تستاهل يا ابو بدر ونص. ريال مدريد اللي هو ريال مدريد كان يعني قايم ومش جالس في لحظه من اللحظات او في موسم من المواسم من اجل محمد صلاح، وبالتالي نعم تستاهل، كما كانت صفقه كريستيانو رونالدو، كما كانت صفقه نيمار، كما كانت صفقه بنزيما. بل ان صفقه محمد صلاح اذا ما قارنا الموضوع بالجانب الفني، بل حتى في الجانب الاستثماري والتسويقي، اليوم محمد صلاح اعتقد انه يفوق صفقات الثلاث الأخرى فنيا واستثماريا وتسويقيا. أنا متأكد أقولها يا أبو بدر وأراهن بعد، لو أخلي استاد الجوهرة للجماهير المصرية، مش المقيمة السعودية، الجماهير المصرية القادمة من مصر، لعبت الملعب من أجل محمد صلاح ب60,000. هو ده بقى، عرفت ليه أن صفقة محمد صلاح غالية على السعوديين؟ لأنه الناس هتتابع المصريين، والمصريين بالملايين يا معلم، فهيتابعوا الدوري السعودي، وبالتالي في قنوات مصريه هتشتري الدوري السعودي ويبقى عنده ملايين، ده غير الملايين اللي في السعوديه اللي هتنزل الملاعب. فكده يبقى السعوديه الدوري بتاعها هتشتري القنوات المصريه عشان الناس تتابع محمد صلاح، وفي نفس الوقت المصريين المقيمين في السعوديه هيملوا الملاعب زي ما قال الناقد الرياضي السعودي. وعشان نادي ليفربول عارف قيمة محمد صلاح، مش راضين يتنازلوا عنه بسهولة على الأقل خالص. ونفس الكلام قاله المدرب يورجن كلوب. الناس اتقسمت ما بين ناس بتنصح محمد صلاح انه يروح السعودية ويستغل العرض المادي المعروض عليه، وما بين ناس قالت له لا، اوعى سيبه صلاح في أوروبا، كفاية أخدته واشتريته كل حاجة، زي الشاب ده كده. يعني خدتوا نجوم العالم وفضيتوا اوروبا من النجوم كلها وداخلين على مصر بقى، طب ما تسيبوا لنا محمد صلاح في اوروبا، احنا فرحانين ان هو في اوروبا، احنا فرحانين ان هو في ليفربول، سيبوه في ليفربول. انتوا عايزين ايه تاني؟ هتاخدوا الدنيا كلها؟ هتاخدوا مصر، تاخدوا النادي الاهلي، تاخدوا الاهرامات، تاخدوا ابو الهول؟ اتحاد جده عامل عرض لمحمد صلاح لا يمكن اي حد يرفضه. طب ما تسيبوه يا جدعان، سيبوه، الراجل قال انا في اوروبا لوحدي اهو، ميسي مشي وكريستيانو مشي من اوروبا والدنيا كلها مشيت، الراجل عايز ياخد احسن لاعب في اوروبا، هو مش هيبقى فرحان ان هو في الدوري السعودي يعني، وان هو خد دوري السعودي مع اتحاد جده ولا خد دوري ابطال اسيا، لكن هيفرح اكتر لما يبقى في كاس العالم للانديه، ياخد كاس العالم للانديه مع ليفربول، ياخد الدوري الانجليزي، هداف الدوري الانجليزي. يعني انا مش عارف انتوا سايبين لنا مين؟ هتسيبوا مين؟ مدحت شلبي وخدتوه، بلال احمد علامه وخدتوه، احمد عفيفي وخدتوه، طارق حامد خدتوه من الزمالك، في مين تاني بتفكروا في تامر بدوي انكم تاخدوه؟ تاخدوا اون تايم سبورت، تاخدوا التلفزيون بتاعي، تاخدوا روحي، تاخدوا الموبايل، ما تسيبوا حاجه، ارحمونا. تمسك صلاح بليفربول او تمسك ليفربول بصلاح، انا شرحت سببه قبل كده، لانه صلاح بيختار دلوقتي، هو مخير ما بين الفلوس وبين المجد. الفلوس في السعوديه بس، مفيش حاجه في السعوديه تاني غير الفلوس. 190 مليون دولار هيعيش ملك حتى الحفيد ال70 ليه. في اوروبا المجد، لانه هو هيلعب على، او في اوروبا هيترشح لجائزه احسن لاعب في العالم، خاصة بعد ما راح، الفرصة دلوقتي بقت أحسن له. ليه؟ لأن هو دلوقتي ميسي راح الدوري الأمريكي تقريبا، والدوري الأمريكي ما بيترشحش فيه حد لأحسن لاعب.
ما اعرفش اسمه ايه مش مهم. المهم يعني ورونالدو راح الدوري السعودي والترشح بتاع احسن لاعب في العالم هو من الدوري الاوروبي بس لانه اقوى دوري في العالم، فلا الدوري الامريكي ولا الدوري الصيني ولا الدوري السعودي. فاذا صلاح قدامه اما انه يوافق على الفلوس ويخلع ويقضيها بقى يخوت وطيارات خاصه وحاجات كده وفيلل وقصور، او انه هو وفرصته موجوده انه يلعب بقى على المجد انه ينال الجائزه اللي من الصعب حد ينالها في الوطن العربي وهي احسن لاعب في العالم. والكلام ده انا قلته على فكره بحلقه 29 اغسطس، قلت الكلام ده. اسمع كده لسه بيفكر. وهنا على راي الانجيل لما يقولوا جماعه المسيحيين لا تضعنا في تجربه، ما هو انت لو وافقت وخدت الهلومه دي هتضيع عليك حاجات تانية في اوروبا. احسن لاعب مثلا مش تترشح لها. وبصراحه عايز يختم حياته بانه ياخد احسن لاعب في العالم وهو يستحق حقيقه يعني. لكن لو راح اتحاد جده هياخد الفلوس بس مش ياخد حاجه تانية. لو فضل في ليفربول مرشح انه يدخل ضمن، ليه؟ لان الدوري الانجليزي هو الدوري الاقوى في العالم. الكلام ده انا قلته 29 وانا بقول لك وانا واثق من اللي بقوله، اما الفلوس يا ابو صلاح او المجد. والفرصه بقت ايه دلوقتي قدامك؟ فرصه بقت تحفه. مفيش رونالدو، مفيش سيدني ساديو ماني، مفيش ميسي، مفيش الحاجات دي خلاص. انت دلوقتي اللي على الحجر، انت وقال هالاند، اسمه هالاند؟ هالاند. انت وهالاند في سيتي العبوا بقى معلم، فرصتك يا الاول يا التاني، مش هتخرج عن الاثنين دول السنه دي. اسمع الكلام ابو صلاح، بس هو حر. انما من ساعتين زي ما نشرنا دلوقتي يورجن كلوب قال ان هو هيستقر محمد صلاح في سيبقى مع ليفربول وهو سعيد باللعب معنا.